اليوم باكورة بعض الفيديوهات أو المحتوى التعليمي اللي راح نبدأ فيها، وتحديدا تتعلق بالتعلم المتناهي بالصغر واللي هو المايكرو ليرنينج. ونحاول بخلاصة بعجالة سريعة نوضح مفهوم التعلم هذا المتناهي بالصغر أو المايكرو ليرنينج. المايكرو ليرنينج يعرف أو فيه له أكثر من تعريف وأكثر من صيغة، والناس بيحكوا بأكثر من يمكن حسب السياق اللي بيستخدموه. لكن أحد التعريفات أو اللي يمكن حاول نصيغها بشكل شامل إنه هو يعني ترتيب وتقديم محتوى تعليمي صغير بجزئيات صغيرة جدا لا تتجاوز يمكن في بعض الأحيان 3 إلى 5 دقائق لهدف محدد. فهذا التعريف اللي استخلصناه شوي من بعض المواقع والليترشر could be seen as arranging and delivering learning contents in small pieces to achieve a specific or small scale objective in a variety of forms بأشكال مختلفة، وهذا راح نوضحه بعجالة. هذا الحكي مبني على بعض النظريات التعليمية والسيكولوجية انه العقل البشري اجمالا بعد 5 دقائق اما يفقد التركيز 5 او بحدود 5 دقائق او انه بتحول للذاكرة طويلة المدى. فهذا الاساس العلمي او البحث لفكرة التعلم المتناهي بالصغر. الفورمز اللي حكينا عن اشكال التعلم او المحتوى اللي بدنا نظهره او المفروض انه نقدمه ممكن يكون باشكال متعددة، بعضها اللي موجود عندنا هون زي تكست، ايمجز، فيديوز، اوديوز، تيست، كويزز، جيمز. لكن الشرط انها تكون بفترات او لفتره قصيره جدا، يعني يقدر انها تتراوح بين 3 إلى 5 دقائق، سواء كانت نشاط تكست ايمج انه يتم فهمها او استيعابها من قبل المتعلم في غضون هذه الفتره القصيره اللي هي لا تتعدى في غالب الاحوال 5 دقائق. طبعا في البعض بيذهب لمنح انه المايكرو ليرنينج مش محددة بفترة زمنية معينة وإنما قد تمتد كما هو مطلوب أو as long as it is needed. يعني إذا في شغل عندي ممكن تأخذ 7 دقائق فيش مشكلة إني أطول أو أخلي هذه المادة التعليمية تمتد ل7 أو 10 دقائق أو أكثر. شو الفوائد اللي بنجنيها من المايكرو ليرنينج أو اتباع أسلوب هذا المايكرو ليرنينج في التعليم؟ طبعا هو يشمل بالمناسبة ممكن أستخدمه في عملية التعلم والتعليم الرسمي سواء في جامعة أو في مدرسة أو غيره، أو حتى في عمليات التدريب في شركات لأغراض تدريبية في مؤسسات وشركات. فمن الفوائد بشكل عام على السريع راح نستعرضها اللي هي faster to deliver، يعني أنا بقدر أجهز المادة التعليمية في وقت أقصر، فبالتالي بخليها تصير متاحة للمتعلمين بوقت أسرع. الفلكسيبيليتي، يعني في عندي مرونة في الاختيار في الكونتنت في المحتوى في الكيفية في الأداء إلى آخره. المور انجيجينج فور ليرنرز، لما تصير هاي الكونتنت صغيرة وأقسمها وأرتبها بشكل معقول ومناسب ويخدم الهدف، وحتى مثلا من في خلال الكويزز شورت كويزز أو الجيمز زي ما شفنا، أنا ممكن أخلي يصير في تفاعل المتعلم مع المادة التعليمية بشكل أفضل. القضية الأخرى العلاقة بالنوليج اللي بوست نوليج ريتينشن، يعني هاي بتساعد على أنه المتعلم يحتفظ في المعرفة لوقت أطول، وهذا مبني على اللي ذكرناه قبل شوي اللي هي العقل البشري بعد 5 دقائق يفقد يمكن التركيز أو يتحول إلى الذاكرة طويلة المدى. و gives learner more freedom، المتعلم سواء كان في التدريب أو التعليم الرسمي عنده الحرية أنه إمتى بده يختار أو يتعاون يعني يتعامل أو يطلع على هذا المحتوى بشكل بالوقت اللي بناسه. من الممارسات الجيدة اللي ممكن نتبعها في التعليم المتناهي بالصغر، هاي بعضها طبعا هي مش كلها، إنه تأكد إنه check if it is right for the case أو topic، هل هذا الحكي مناسب للموضوع اللي بدك تطرحه؟ لأنه مش يمكن أحيانا في بعض المواضيع يمكن طويلة شوي مسميها complex topics يمكن ما يزبطش انك تجزئها بهالشكل هذا. حدد الاهداف من هذا التعلم او هاي الماده التعليميه. recreate the content in short pieces not just summarize it، معنى انا مش بدي اجي والله في عندي مثلا 20 صفحه PDF الخصهم،
هذا مش مايكرو ليرنينج. بدي اخذ، بدي اجزئ ويمكن اعيد انشاء او تطوير او خلق او ايجاد لهذا المحتوى بالصيغه اللي تخدم الهدف اللي عندي. الاستخدام المالتي ميديا بادواتها هذه بتضيف نوع من الانجيجمنت او الاشياء اللي بتعزز تفاعل المتعلم. بالنهايه برضو مش هنتبع هاي الكونتنت او السمول كونتنت او المايكرو ليرنينج، يكون في عندي شيء اسمه المايكرو اسسمنت، تقويم عفوا للعمليه هاي. انا عملت هاي شورت كونتنت او شورت مايكرو ليرنينج مشان اتاكد او اعزز عمليه انه فعلا تعلم، بعمل عليه شورت اسسمنت او فيري شورت اسسمنت عندي هون. شكرا لكم، نلقاكم في محتوى آخر.